يا سلام على ضربة ايدك يا محاسي، والله كأنك بتقطعي في كبدتي. بحب اشفيك واسويك واعملك كفته يا ابن المدروخه، ما تقف على بعضك يا روح خالتك. يا خرابي على الحباشه والنبي طلع. ما تنجرعد من هنا بقى وتورينا عرض التاس. اخفاه يا ابن السقيله، هتلاقيه ولا اعمل لك محضر سكر وحبادة. حلمي يا عطر زمانك يا مخبر الحته، ليك شخطه تلعب اسد وتلبش الكته، ساعه تقول ها تجري الناس قدامك مجدع وعندك نظر سته على سته. تعيش يا سحلو. احنا تحت الامر بس انت تقشره. ما نتحرمش يا اخويا. انا الوراوي. طبعا كده عم احمد مات. نهارك فل يا راس بدر. نهارك سعيد يا سيد حلمي. اتفضل. ما تتعبيش نفسك، ده قفل وطلق له ده. والنبي ياما انا مش ناقصاكي. طب وديني، إن ما كنت خليك يا سني تركع تحت رجليا ما بقاش بنت نظيرة. بنت نظيرة يا شيخة روحي، والله لو نظيرة دي ما كان خد في ايدها غلوة. ده انت بقالك عمالة مدة اهو تشغلي وتلعبي ولا هو انا. يكونش بيت. لا لا ياما يا نهار اسود، لا ده باين علي راجل قوي. وش عرفك انت؟ الله، هو بس بيتقل عليا حبتين. طب يا اختي مل عينك عبال ما اروح البيت اجيب الفلفل واجي. اتعدل معايا يا سني حسن وديني ما هيحصل لك. طيب هو حصل مني حاجه لا سمح الله يا ست محاسن؟ يا خرابي هتنقصني ببرودك ده. حس قدر ولطف يا ست محاسن، قدر ولطف. شافك مين ده يا بلدينا؟ ده حروق القرد، ما لسه خارج من السجن النهارده. لحقوا فاتوا السنتين؟ كنا مرتاحين من القتاوه والخناقات. يا اختي فتوت حتتنا وحمينا. دي الحاره اللي ملهاش فتوه زي المره اللي ملهاش راجل تبقى ملطشه للكل. عشنا يا جماعه. يا برعش طلعوا. اسندني يا برعش، اسندني. اسندوا يا برعش. ده حروق يا عطر زمانك يا فتوة الحتة، ديك شخطة ترعب الأسد وتلبش الجتة، ساعة تقول ها تجري الناس قدامك مجدع وعندك نظر ستة على ستة. اهلا اهلا دحروق.
كفارة يا دحروق. الحمد لله بالسلامة. الله يسلمك. سلام المعلم دحروق. نورت حتتك يا نواره، حلاوه رجوعك بالسلامه. الرئيس بدر الصعيدي العطار الجديد. راجل طيب وبتاع ربنا. مالوش سنه ساكن عندنا لكن معزته اكتر من الاخ. انت بلدك ايه يا ريس بدر؟ من طنطا، وقلت اشوف حظي في مصر واعيش هنا في حماكم. نحميك يا ريس بدر. على مهلك شوية يا معلم، أنا مش حملك. أقطع دراعي المكان. الراجل ده عامل عاملة وهربان، ده طول ما هو ماشي يتلفت ورا زي الحرامية. يما حرام عليك، ده غلبان ويقطع القلب. أنا مش عارفة إيه اللي عاجبك فيه، البدرون اللي ساكن فيه ولا دقنه؟ خدي بالك من الحلاوه احسن، هي قربت تعقد. ايوه افندم. نعم. انا مش جاي لك انت. امال جاي لامي؟ ايوه جاي لامك. اهي عندك اهي، اشبع بيها. كلمي ياما زبون. جرايه بنت ما تلم لسانك. اهلا يا سي حلمي. اهلا بك. انا بصراحه جاي اشتكيلك من محاسن. خير؟ عملت ايه مقصوفة الرقبة؟ طول النهار شغالة رمي نظرات وضحك ومرقعة، لما الرجالة اللي في الحارة طلعت لهم قرون. طب ما تقلع الطربوش كده واتفرجنا. سامعة خالة نظيرة؟ اخرس يا بنت جاك قاطع لساني. عاملة زي القرع تمد البرة. مالهم رجالة الحتة؟ مش مالين عينك ولا ايه؟ ولا الصعيدة وبس هم اللي موصوفين لك؟ انا ما حدش له عندي حاجه يا جوز الاثنين، واللي مش عاجبه يشرب من البحر. معلش نسيتك تعالي و... انا مش مجنونه يا سي حلمي، انا بنت محمد الجدع وعارفه كويس قوي انا بعمل ايه. بقول لك ايه يا بنت نظيره، بديني اما تلميتي لعرفك ان الحر فيها رجاله. من اللي سكت لك ولا ايه؟ لا انا حنين بس عشان بحبك، لكن غضبي وحش قوي، ربنا يكفيكي شره. سلام عليكم. ما هو بدري يا سي حلمي. الله، ده انت ما شربتش حاجة. ما كفاية اللي شربته كده اهو. أما عن أبيها محمد الجدع فقد قتل في خناقة تحدثت بها الحارة شهورا، وتركها طفلة في الثامنة. يعني هي وحيد امها؟ لها اخ لكنه في الليمان. ليه؟ سرقة بالاكراه ادت الى موت الضحية. وده يمنع انها متتجوزش لحد الوقت؟ استغفر الله العظيم. امها ايضا كانت سيئة السمعة. والبنت؟ طويلة اللسان لكن لا غبار عليها، والله اعلم. اللي فيه الخير يقدمه ربنا. ما تتجوزها حلمي بدل ما انت عامل في نفسك كده. هي رضيت انا اتاخرت. وكمان مش راضيه بنت نظيره. اكيد حط عينها على برغل تاني.
انا كنت اخلي نهار ونهار هكوب يميني. انا حلمي على النعمة انا اخرب بيته. ما تتلحلح وانا ناقص. ها؟ وعدها سودة. فلتح يا محسن القلع وكل قلع عشان انا قلع. أنا. أنت مين؟ بدر الصعيد. رئيس بدر، أوعى تمشي عن المعروف، أصل أنا كنت بستحمى وأمي مش هنا. خلاص أجي وقت تاني. وقت تاني؟ لا. تمشي ودي تيجي. عدم المؤاخذة إذا كنت جيت في ظرف مش مناسب. اتفضل اتفضل. مش مناسب؟ ده مناسب قوي، ده مناسب قوي. اتفضل اتفضل استريح، هحط الجلابية عليا واجي حالا. أنا مش هطول، أنا كنت جاي أخطبك من أمك. بتقول إيه؟ قلت إيه؟ كده خبط لازم. طب مش لما نسأل عليك الأول ونعرف أصلك وفصلك؟ ما بلاش حكاية الأصل دي يا ست محاسن، إذا كنت مش موافقة سلام عليكم. جرى إيه يا سي بدر؟ أنا ما أقصدش، أنا بس باخد ودي معاك. اقعد استريح وأنا ألاقي راجل أحسن منك. بإذنك بس أغير هدومي، حط جلابية عليا. اعمل لك فنجان قهوه من تحويجي. انت بتشربها ايه؟ لا ملهاش لزوم، هشربها لما توافق امك وتبقى شربات. هيبقى ان شاء الله هيبقى. شارب له حبتين وباين عليه جاي على هنا وناوي على الشر. ثلاثة ونص.
مين؟ مين هناك؟ زحروق. سبت الفرح ليه؟ ده انا كنت جاي لك. بلاش يا حلم. ودي تيجي لازم ابارك له البقف ده. فرح في حمايتي وراجل اكرمني قوي قوي يا حلمي. عليا النعمه ما اعمل حاجه. انا هزقه بس بالاصول. بس انت بقى خليك بعيد. اكراما للاخوه اللي بينا. يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا عيد. يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا عيد. عيني جريح بيشكي الجريح. جريح بيشكي الجريح ويقول له تعالى تعالى شوف شوف يا خالي مش داري بالي جرى ما بيحسبوش غالي. أنا صحيح محدش عزمني لكن قلت أنا صاحب فرح وما تعزمش. طبعا طبعا. يا عيني في كل شارع فرح وفي كل. ألف مبروك يا ريس بدر. العروسة أمك لما العريس يخف. الليلة ليلتك يا عريس يا عترة. بقى فرجنا المرجله اللي على حق. بس انا ماليش في الحكايه دي. معقوله؟ ده يبقى عيب على الصعايده حتى. قوم يا راجل حتى بورينا. ها حيوا العريس يا الواد مسخر حلمي من غير ما يمد عصايته عليه.
طبعاً. نعم انا احمل لك محضر السكر. محضر السكر ومزه. نعيم. عرفت تلاقي في ظهرك بذمتك؟ ما ندهتنيش ليه؟ ما هو يحيى ليه؟ يوه انت لسه بتكسف مني ولا ايه؟ طب وريني كده عرفت ولا لا؟ الله طب هي اشمعنى انا مش بتكسف؟ اصلك فجرة زي امي. حد ماسك سكينه وبيقطع في لحمك. لا ده ايام ما كنا صغيرين وبنتشاجى ونلعب. هو اللعب بالشكل ده؟ لعب زمان بقى. بدر تعرف يا بدر لو حلقت دقنك هتبقى حلوه قوي. ما اقدرش ما اقدرش. ليه؟ دي سر نجاحي في الحياه. صباح الخير يا خالة نظيرة. يسعد صباحك يا سي حلمي. وشك ولا وش القمر؟ امال فين محاسن؟ اديها سبعت وبرضه ما نزلتش الشغل يعني. سبع البرومبا مانحها تبيع. بيطلع علينا برجلته. حد كان غصب تتجوزها له؟ ده فصل تعمليه برضه يا نظيرة. النصيب المهبب يا سي حلمي. من يوم البت ما قعدت في البيت والزباين خسوا التلات ارباع. كانوا بيشتروا منها بقرش وبصبصوا ببريزة. عارف يلطشها ابن القديمة. هو انا لو كنت عامل له حساب كان خدني اخوانا زي ما حصل ليلة الفرح. الله انا المحقوق. ايوه انا المحقوق. سكران مش واعي فتخاني بتاع ايه؟ اخي على البوظة واللي بدعوها. لكن معلش ملحوق. نهارك سعيد يا مولانا. يسعد صباحك. امال فين بيت المعلم دحروج القرد؟ اول عطفه على الشمال البيت اللي في الوش طوالي. كتر خيرك يا مولانا. مالك في حاجة؟ لا اصلي تعبت شوية وعينيا زغللت فقفلت وجيت. اعمل لك شوية شيح يمكن يريحوك. لا انا هرقد شوية تلاقيني بس جعان نوم. شفت البنت شفيقة بنت دحروج القرد؟ جالها عريس من مصر عتيقة عايز يخش كمان جمعة. انا عارفة مستعجل على ايه؟ دول بقالهم اسبوع بيحموا في العروسه. قال ايه؟ عشان العريس يلاقيها بيضه شويه. لكن ايش تعمل المشطه؟ والمحروس جوزك قافل الدكان ومش عارفين راح على فين. ده رقت جوه وتعبان شويه. رقت جوه؟
يا اختي ده انا عمري ما شفته كح. انت هتحتدي يما. على فين يا بدر وانت عيان؟ هصلي الفجر في الزاوية. ما انت بتصليها كل يوم في الزاوية. بلاش وانت بعافية، خليها لما تشد حيلك. ده نادر عليها طول ما انا قادر اقف على رجلي. ما تهبطينيش عن الفرض يا محاسن. ربنا يقويك ويعجل بشفاك يا رب. لا هياخدها عشان عنده بيت ملك هناك. ما هو ناس ليها بخت وناس ليها بد. وبعدها لك يما ما تعمليش زي القطة. ادي الحنة السوداني وادي جوز الصين، ربنا يهنيهم هذه سرهم يا سمو شفيقة. عشتي يا اختي عقبال ما يقومتي بدري بالسلامة ان شاء الله. تسلمي يا حبيبتي، مع السلامة. الله يسلمك يا حبيبتي. اللي سبع البرومبر قعدته طولت، هو ناوي يودع ولا ايه؟ ان شاء الله اللي يكرهه. ايه اللي؟ يعطي من يشاء بغير حساب. حاسم انت بجد بتحبيه؟ راجلي وحسه مالي عليا الدنيا. اباخته اباخته، انا لو منه خف اوام بدل شغلك في الدكان وانت شايله والراحة ليك واجبه. وعرفت منين؟ تكونش سبت البليص وبتشتغل دايا. الاكادة، انا ما بستطعمش التهزيق الا من بوقك. منك لله يما، ياللي ما يتبلش في بوقك فوله. السلام عليكم. وعليكم السلام يا مولانا. اتفضل. كيف حال رجلنا الصالح؟ طالت وحشته والله. ليه؟ هو انت ما بتشوفوش في صلاة الفجر؟ الفجر؟ الحق ان جوزك من يوم ما استوطن الحتة لم يفوته فرض الا فرض صلاة الفجر. جايز يكون له عذره. للقصد بلغيه تمنياتي بالشفاء. سلام عليكم.
صباح الخير. يسعد صباحك. حرما. جمع ان شاء الله. انا حاسس اني احسن النهارده. الحمد لله. شفت الشيخ مدبولي؟ طبعا. ليه؟ ابدا. اصله سالني عليك امبارح، قال لي انك وحشته. انت عمرك ما رحت الزاويه وصليت الفجر يا بدر؟ انا مشيت وراك الفجريه دي وشفت ايه اللي انت بتعمله. ليه كده يا بدر؟ ايه اللي انت مخبيه عليا؟ ليه عملت انك عيان؟ ليه دايما خايف وقلقان زي ما يكون حد بيجري وراك؟ انت عامل عامله بصحيح وهربان زي ما بتقول امي. لا ده انا بحبك قوي ومش ممكن اصدق فيك حاجه وحشه ابدا. بس طمني وريحني وقول لي، ده انا مراتك ستر وغطى عليك. فتح يا عليم يا رزاق يا كريم، لما انتوا مش مستعجلين على الشاي سايبين البراد على البابور يولع ليه؟ يو مالك يا محاسن؟ كفالة الشر، مين اللي مزعلك؟ اوعى تكون زعلتها وش النكد. انت عارف ان الزعل وحش على اللي بطنها. نقطينا بسكاتك كولية يا اخويا، قوم افتح دكانك بدل ما انت قاعد القعده البطاله دي. عايا عاية وانت الدم حيفط من وشك. سيبي بدر في حاله يامه، كفايه الهم اللي هو فيه. هم هو اللي زي ده يعرف هم؟ وتفتكر بيعمل كده ليه؟ بيتمرن عشان مين؟ الغرابه انا اول ما حط رجله في الحته وانا الفار ابتدى يلعب في عيبي، حاسس ان وراه حاجه مش تمام. اتاريه قدر مسخرك ليله فرح وضحك عليك الحته يا حلو. ولا بقى ده حروق؟ ما قلت لك ما كنتش واعي. تعرف دلاش ان انا في الميري وخطوتي عليها العين، كنت رديت له كلك ليه؟ ما تتقمص قوي كده يا حلمي، انا بهزر معاك. بس تعرف انا الفار بدا يلعب في عيني. قال يا مآمن للزمن اصحى وفوق، ده الزمن خوان. قصدك ايه؟ ما دام بيتمرن على شغل الفتوات اكيد رسم انه يبقى فتوه. يبقى دبور وزن على خراب عشه. هيتغدى بيه قبل ما يتعشى بيك. الحمد لله بسلامتك يا ريس بدر. ان شاء الله تكون الصحة دلوقتي أحسن. نحمده على كل حال. أنا مش هطول عليك. أنت راجل كامل وسمعتك زي الجنيه الدهب. أستغفر الله، ده بس. أما من جهة نظافة الذمة فدي حاجة الحتة بتحكي بيها وتتحاكى. الحمد لله. عشان كده أنا قلت لنفسي مفيش غير الريس بدر اللي ممكن أشاركه في تجارته، وأنا راضي بالحسنة اللي بعتها لي ربنا. دي البركة تحصل لنا يا معلم. النص بالنص. اللي يريحك. أتمن لك البضاعة اللي موجودة في الدكان وعليهم الفلوس اللي هي بره، وأنت تحط قدهم وعلى بركة الله. أنت الظاهر ما فهمتنيش. أنا مش هحط ولا مليم. إيه؟ أنا أدخل معاك باسمي وسمعتي ومعارفي. ودول يبقوا النص؟ وتبقى انت الكسبان. قلت ايه؟ افكر. اللي يقوله ده حروق مش محتاج تفكير ولا تدبير. مهله صغيره يا معلم. عندك طول النهار والليل، وبكره الصبح تجينا على القهوه. ايه
نفذ اللي هو عايزه، انت ما انتش ناقص مشاكل. واسيب له نص عرقي؟ اسيب له فلوس ابننا لسه ما طلعش على وش الدنيا؟ لحد امتى هفضل مطاطي؟ طب طوعه لحد ما تصفي تجارتك وبعدين نهرب من هنا. تاني لو هربت المره دي الجبن هيبقى فيها طبع. يا بدر انت فرضاني، انما هم عصابه. احسن من ده حل مفيش. يا انا يا هو دي مش هتبقى عركه، ده هيبقى موت. حسنه وجياله، تحرمي منها ليه؟ يا اهلا وسهلا. اهلا 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 بابو ناصر، اتفضل. كان عندي ماموريه بين القصرين، قلت ما يصحش اروح من غير ما اسلم. فيك الخير. وازاي المعلم الفلالي؟ وحشنا والله. بخير ويهديك السلام. يا اهلا وسهلا، اتفضل. الرئيس بدر الصعيدي شريكي الجديد. ده لما تشوف حلمة ودنك يا دحروج. انت مسطول يا قد. شراكة من غير ما تدفع تبقى سرقة وتلقيح جتك يا جلد. كده؟ طب استلقى وعدك بقى. عصاية الناجي؟ احنا رجاله ونعشق كل راجل بحق. مبروك عليك يا معلم. بدر بدر يا عطر زمانك يا بتوت الحته، ليك شخطه ترعب اسد وتلبس الجته. ساعه تقول ها تداري الناس قدامك مجدع، وعندك نظر سته على سته. مبروك على الحته في توتها الجديد ابن الاصول. هحطلك الحصان عشان تمر بيه على حتتك عشان يعرفوك. هم عارفينه. هم عارفين بدر العطار، لازم يعرفوا بدر الفتوة. بدر خدني معاك يا بدر، اخدمك مطرح ما تروح. خليك عقل امال. يستحيل وانت حامش. انا لحد دلوقتي مش عارف اروح فين. ما قلت لك من الاول يا بدر بلاش. اقل فايتك وانت مرات الفتوه، وتجارتي ليكي خالصه مخلصه، ودحروج بعد ما اتضرب مش هيقدر يوري وشه لحد. طبعاً عليا فراقك. إن كان عليا الود ودي ما فاتكمش. الفلالي أنا مش خايف منه، بس الحكومة عايزة رقبتي. عايز ابنك يخرج للدنيا ما يلاقيش أبوه. أنا مش هسيبكم، وضروري هلاقي طريقة أشوفكم بيها. إمتى بدر؟ إمتى وإزاي؟ مش وقته. خرجيني بقى لألاقيهم فوق دماغي. حاضر. Thank you.
خلي بالك من نفسك ومن ابننا. بس يا اخويا انت هو بندور على بدر الصعيدي راجل الامير امير بن يابا ده مجرم هربان من حبل المشنقه بدر السني ما اسموش بدر اسمه سماحه بكر الناجي يا ساتر يا رب يا دنيا جرف ايه كان مستخبلكم وملبسكم العمه هو قتل قتله ومحكوم عليه بالاعدام وانت بقى اللي كشفته حصل طبعا انا امال يعني بلغ من مجهول كله الا المشنقه يا بيه انا كل اللي اعرفه ان اسمه بدر الصعيدي وحتى دي كمان طلع كده فين جوزك يا محاسن مفيش داعي للانكار ردي على الحكومه يا بت انا دايما كنت بقول لها انه ده عامل عامله وهربان بتردي قول المنيل على عينه راح فين معرفش انا كل اللي قالهولي ان هو راح يتفق مع ناس على بضاعه وهيجيب له كام يوم اسمعي يا محاسن انا مش هجرجرك على الاسم رأفتا بحالتك دي لكن لو حاول يتصل بيكي او سمعت عنه اي اخبار لازم تبلغي والا هتكوني بتتسطري على مجرم ويقع عليك العقاب فاهمه فاهمين يا بيه فاهمين مع الف سلامه يا بيه خطوه عزيزه يا بيه خطوه عزيزه منك لله يا محاسن يا بنت نظيره تدخلي علينا قتال قتله يمكن كان ندور على واحده مننا كان هيبقى ايه بدر مظلوم يما ما قتلش حد بس ولاد الحرام هم اللي يعني كنت عارفه ومخبيه عليا يا لهوي مخبيه عليا طواكي يا اختي تحت باطه لو ما كنتش جايباكي من بطني كنت قلت عليكي بنت غرام وانا هعمل ايه اكتر من كده يا معلمي حلم عبد الباسط عينه ما بتغفلش عن محاسن واحنا هنا اي نمله غريبه بتهوي بيمه الحته عندنا خبرها يبقى هو بس يهل واحنا نكرمه قوي انا ما استناش لحد تعبان ما يخرج من شقه وقت ما هو عايز عشان يعرضني لا انا لازم انا اخرجه من شقه واكسر دماغه هو احنا لا مؤاخذه عارفين شقه فين لا بس في الف طريقه وطريقه تجيبه على ملا وشه خصوصا ان بيت الناجي وحرافيش الحته شامين نفسهم اول يومين دول وما لهمش سيره غير سماحه بعد ما ضرب نسيبك وعملوه فتوه مع وقف التنفيذ اجري يلا غير كيس انضفوا بقى وبلاش وساخه احنا نقرص عليهم وننكد عليهم عيشتهم صعبوا على سبع الفاله وجي ينقذهم اهلا وسهلا خلي بيهم هيسبوه شويه وبعدين ينسوه واحنا كمان ننساه واللي خلقك يا معلمي ابليس ذات نفسه ياخد منك دروس تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الله اكبر والله عشت وشفت عيالك يا سماحه انما هو لا شافه ولا شاله شهر ورا شهر بيفوت ولا حدش عارف طريقه مش عارفه هانت عليه العشره ولا ظرفه مش مساعده احنا املنا في ربنا كبير يرفع الظلم عن المظلوم بدر حكالي قصدي السماحه حكالي على كل حاجه مفيش طريقه تثبت براءته طول ما الفلالي هو الفتوه قضيتنا خسرانه واللي هيتعرض لها يبقى بيجازف بروحه اهلا وسهلا منورين يا اخوانا دي خطوه عزيزه بقى بدر طلع له ناس اكابر يا الف نهار ابيض امال يا ست سماحه ابن اصل وعيلته كبيره ومقتدره والحمد لله اما الواد عايز ينام ياما خدينا يمين حاضر يا اختي هات يا اخوي بسم الله الرحمن الرحيم الله الرحمن الرحيم
طيب ما هو انا اصل الخدامه اللي فاتها لك المرحوم ابوكي. حملك تقيل يا ست محاسن، الدكان والعيل. ربنا هو اللي بيدي القوه الحمد لله. شوفي يا ست محاسن، بيتنا بيتك وابنك ابننا، ولو شايفه انه احسن تيجوا تعيشوا معانا هنشيلكوا في عينينا. كتر خيركم، بس انا ما اقدرش افوت امي. امي انا عارفاها ما تستريحش غير في بيتها. احنا مش هنضغط عليكي، واعتبري يا ست زيارتنا دي للتعارف والموده. انت مش لوحدك دلوقتي، احنا برضو اهلك، وهنبقى نيجي نشق عليكي انت والمحروس كل شويه. مجيتكم عندي بالدنيا كلها. اهلا وسهلا. اتفضلي يا اختي، اتفضلي يا اختي، بالشفا ان شاء الله، مع السلامه. وانت يا ست، انت يا شابه، عايزه ايه يا اختي؟ ايه يا اختي ما بتتكلميش ليه؟ انت خارصه؟ طب لو خارصه شاوري لي عايزه ايه وانا اجيب لك اللي انت عايزاه. ايه يا وليه يا نهارك اسود، انت عايزه مني ايه؟ انا سماحه جوزك، وحشتيني يا محاسن. معقول يا سماحه؟ معقولة الجبهة دي كلها؟ ده انت موتني 100 مرة. عاملة ايه في غيابي؟ وفين ابننا؟ مش ولد برضه؟ وادي اخويا وزي القمر زي ابوه. انا سميته وحيد عشان اتولد وابوه غايب. نفسي اشوفه يا محاسن. طيب يا اختي، نقي اللي انت عايزاه لغاية ما ارجع لك. نعم، اي خدمة؟ البهوات اللي جم امبارح دول كانوا عايزين ايه؟ اهل جوزي وبيطمنوا عليا. ما قالولكيش هو قاعد فين ده يا؟ قالولي طبعا، ده انا حتى كنت بدور عليك عشان اقول لك. يا سلام، تكونيش فاكره انك بكده هتحميه؟ طب انا عمري ما سمعت عن قاتل هيري من حبل المشناه. ربنا دايما مع المظلومين. وعمري ما سمعت عن قاتل ما حلفش انه مظلوم لحد عشماه وما خد اجله. انت مش خلاص سالت واتحريت؟ اتفضل بقى من غير ما تروح. طب بقول لك ايه؟ ما هتمشي الولاية دي عشان نعرف نتكلم على راحتنا. بقول لك ايه يا حلمي، ده محل اكل عيش واللي بتعمله ده عيب. اتفضل بقى وريني عرض كتافك. الله، انت بنت ما حدش مال عينك ولا ايه؟ لكن معلش، طرد الحبيب زي اكل الزبيب. يلا عشان تلحق تشوف الواد قبل ما حد يجي. واد يا مليم، تعالى يا ولا. خليك يا واد هنا في الدكان، ما تسيبوش لغايه ما اجي، فاهم؟ انا جاي على طول. لازم امشي دلوقتي، احسن امك توصل وتعمل لنا فضيحه وانكشف. ما لحقتش، اقعد شويه والنبي. معلش، بكره هرجع وأعيش معاكوا على طول. بكرة إمتى بس؟ قريب بإذن الله. اسمعي، ما تنسيش أول زيارة لعم خضر هتقولي له مكاني فين. حاضر، وهخليه يبعت لك عربي وزغلول ومطاوع. إلا مين دول؟ دول؟ دول الحرفيش. حرفيش؟ فكر فيه، ده ما حصلش قبل كده ابدا، ده اوانه عشان يحصل. خايف تعتمد علينا ما نسدش وياك؟ هتسد ونص، انتوا ناقصكوا ايه؟ احنا غلابه بندور على الرغيف. انتوا مش ناقصكوا الرغيف، انتوا ناقصكوا القوه. الرغيف امره سهل، لكن القوه هنجيبها منين؟ لا، القوه جواكم. ربنا مدي كل بني ادم قوه جواه، لو عرف يطلعها يهد بيها الجبل ده. كلامك حلو، عايز اصدقه. صدقوا، صدقوه كلكم، مفيش غير ده طريق عشان تخلصوا من الفلالي. البركه فيك، تربيه وتطرده من الحته وتبقى في توه حتتك. مش كفايه، افرضوا الحكومه مسكتني وشنقوني. اضربوا انت بس، وكله هيقر بالحقيقه وبلاويه كلها حبان. الناس ما عادتش طايقاه وعمال يبهدل في الكبير والصغير. فرضا ان انا بقيت الفتوه، مش جايز اتقلب وابقى زي الفلالي؟ وافرضوا مت، مش جايز يجيلكوا واحد تاني اسخن من الفلالي وترجع ريما لعادتها القديمه؟ انا عايز القوه تبقى قوتكم انتم، والكرامه كرامتكم. مش عايز حد منكم يتخلف عن مواعيدنا يا رجاله، ها؟ ومش
مش لازم تيجوا الجبل سوا ولا تروحوا سوا. احسن حد من رجاله الفلال ياخد باله. ماشي كلامك يا معلم. سلموا على بعض وسمعونا الفتحه. المعلم فلالي بيصبح. دي واحدة. على فكرة المعلم فلالي ناوي يتجوز على سنة الله ورسوله. ليه؟ هما التلاتة اللي على ذمته ما كانوش على سنة الله ورسوله؟ يا سيدي الشرع اداله الحق في أربعة. طب يا أخويا هنياله ألف مبروك. اتفضل. مش ده المقصود. المعلوم هيزيد من النهاردة. لا بقى روح قول له من النهارده لا في معلوم ولا مجهول. الله انت اتجننت يا حاج. في حاجه يا حموده؟ ايوه فيه. في ان الناس كلها مش طايقاكم. مشك منهم ساكتين؟ كفايه بقى بلطجه وبرطعه في الحته. ليموها شويه. والله وصوتك عالي يا خضر يا ناجي. كنتش متحمى في ابن اخوك الهربان من حبل المشناه؟ ان كان راجل صحيح يهو بالحته ويورينا مجدعته. اذا كان على سماحه فمسير السبع يرجع لعرينه ويحمي حماه. اما اللي انا متحامي فيه فهو ربنا الاقوى من كل ظالم. ما كفايه لا ماضي يا اخي، ده انت سائل. معلم يصح كده منك يا معلم؟ ده احنا كلنا في حماه. يا لهوي يا لهوي يا لهوي، أنا جحدت في إيديهم يا عالم. يا ولاد الكعان، يا ولاد الكعان، يا ولاد الكعان. ده اللي بيغلي يهديه عشان خاطر يقول سماح. هنفوت اليومين دول على خير عشان لما يرجع يلاقينا معاه مش يلاقي روحه مقصوص الجناح. مستوي زي اللي فات.
البوزة الليلة آخر فل. أنا مالي هي اللي قالت لي روح عسكر وتعالى على البالي. أنا مالي هي اللي قالت لي روح عسكر وتعالى. اكوز يا عاد يا كوز. الواد نايم مع امي مش كده؟ جابت عليك حياته، انت سكران جاي ترمي بلاوتك علينا؟ لا 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 لا، ايه اللي غيرك مرة واحد؟ ما كنت من شوية عاقلة وعايزة. عايزة؟ يا لهوي! يا خرابي! الحقوني! الراجل جاي يتهجم عليا في بيتي! يا لهوي! دي محاسن اللي بتصور. تعالى يا ست موحيد. خير يا ست نظيرة؟ ده حلمي المخبر سكران وشكر مهيله. يا سحلمي البيوت برضو ليها حرمه يا سحلمي. الله، واحنا برضو ولايه يا سحلمي. لازم تحترمني وانت حد، لازم تعبرني. معلش يا سحلمي وانت الخير والبركه. انت حد جالك يا سحلمي؟ معلش يا حبيبي، معلش يا اخويا. انا مش هرجع عنك الا لما تطلعي منه قتلي القتلة ده وتتجوزيني. ان شاء الله اخويا هتتجوزك، بس تعالى روح. تعالى روح يا بعيد، ربنا ياخد اجلك. مش قبل ما عشماوي ياخد اجل جوزك يا بنت نظيره. هياخده وانا قاعد وانت قاعده. تعالى بس. طيب والنبي ولا بعد 100 سنه يا ابن حسنيه ما تزوديهاش بقى، الراجل صبر كتير وهيتجنن عليكي. ده الحكومه، افهمي بقى يا متعوسه. يا رب يا رب، امتى ترجع لي جوزي حبيبي؟ النبي حبيبك يا رب. بتفرج يا عم. اتصل وروح. اديني بلاك شاي يا ابني. يا عم مفيش شاي، كلها دقايق والحرب هتقوم بين الفلالي وسماحه الناجي. هتقعد كده تستناها يا معلم لما يشرف؟ نروح احنا نتلقاه ونجيب لك مرابعه. ايوه هو ده الكلام. بقى ده كلام يا رجاله، اكرامه واجب عليا. محدش فيكم يتدخل الا لما امسح بيه بلاط الحاره واخليه عبره للحاضر والغايب، وبعد كده نسلمه للحكومه تشنقه بمعرفتها.
ولا ايه رايك يا ابن الفنجرين؟ هم ده يا معلم. طيب يا معلم، اوصل انا بقى التم اجيب المأمور واجب، ولو ان كان نفسي اتفرج فين وفين لما الواحد يشوف خناقه تلذ بالشكل ده، ابقى توصى بيه وحياتك يا معلم. حكيفني. بالسلامه حموده. ايه اللي رجعك هلا؟ مصير الواحد يرجع لحتته يا فلالي. اتخبطت في نافوخك ومش خايف مني، معلش؟ مش خايف من الحكومة اللي بتدور عليك؟ الحكومة مصيرها تعرف مين هو قتل القتلة اللي قتل مهلبية، أخويا رضوان. شوية ولا متعور حبتين، حكم المعلم فلالي لازم يربيه على بجاحته واجرامه. المهم الاقيه صاحي، مش جثه زي اخوه الفاعل مجهول. هنلاقيه صاحي باذن الله. وسع يا جدع انت وهو. وسع يا اخويا، وسع كده، وسع كده. اقبض على سماحة يا ثروت افندي. حاضر يا فندم. دقيقة واحدة يا سعادة البيه، أنا تحت أمرك. بس بعد ما تسمع الفلالي هيقول ايه؟ مين اللي قتل مهلبيه يا معلم؟ مش انا يا بيه، ولا سماح، ولا سماح. الواد حموده هو. انا ماليش ذنب يا سعادة بيه المأمور، انا عبد المأمور، هو اللي قال لي. واظن انا كمان اللي قتلت رضوان في الحاره جهارا نهارا. القضيه دي فيها بدل الشاهد 100 يا سعادة البيه، والحاره كلها شاهد على كده. اقبض على الفلالي وكل رجالته يا ثروت افندي.
وانت برضه لازم تيجي معانا لحد ما تتعاد محاكمتك وتظهر براءتك. تحت امرك يا بيه. يا حي العد يا حي العد يا مالت بختك يا بنتي، يا قلة حظك يا بنتي. ايه يا عم في ايه؟ ابنك اتيتم وهو لسه صغير، اترملت وانت في عز شبابك يا حبيبتي. ايه بتقولي ده يا عم حصل ايه؟ جوزك مات يا ستي، بيتخانق مع الفلالي موته، والخبر جالنا رسمي. يا لهوي الحقوني، البنت سرقت يا اختي. على ايه ده كله؟ ده ما جناش من وراه غير البلاوي. رايحه فين يا عروسه؟ البيت ده ما تعتبيش براه لحد ما اكتب عليكي، وده بعد الاربعين ان شاء الله. ما تتخضيش قوي كده، عدتك تبتدي من يوم ما جوزك ما طفش والشهود موجودين. اطلعي خفي. امي ربنا كتب لك عمر جديد، دي معجزة من عنده. ما تتحركش يا سي سماح، الجرحة لسه ملمش. مراتي وابني، يا ريتني كنت اعرف طريقهم علشان ابلغهم. مفيش غير ابا الحاج هو اللي يعرف، وادي انت شايف حالته. دي حراسه لحد ما تقوم بالسلامه وتحضر المحكمه. منصور باذن الله. الهم ينساكي، وارضي باللي قسمهولك ربنا. قومي يا حبيبتي، قومي ذوق الكوارع والفته دي. يو جوزك هو اللي قال لي اطبخها له ليله الدخله.
مين؟ أنا سماحة يا محاسن. سماحة؟ سماحة مين؟ ده يا محاسن، أنت مش عارفة صوتك. ما تتخضيش. سماحة رجع وانتهى العذاب. فين وحيد؟ معناته ايه ده يا محاسن؟ بيعمل ايه هنا؟ انا جوزها والليله دي كانت دخلتنا. جاي تاني ولا ايه يا ريس سماحه؟ انت جيت لوضاك، سلم نفسك. طول عمرك خايب يا حلمي. المحكمة حكمت ببراءتي. بطلنا ناكل من شغل الأوانطة بتاعك ده. صوتي بالشباك يا محاسن. بقولك صوتي. صوتي بقولي، صوتي يا محاسن. هفضل هربان طول عمري، بس المرة دي ههرب على حق مش على ظلم. خديجة هشوف طريقة اشوفك بيها واشوف ابننا لما ربنا يعزم براحة البال. هستناك يا سماحة، هستناك عمري كله.